واضح؟ فإذا أهم المهمات في هذا الإيمان بالملائكة إنهم هم سند الوحي من الله تعالى إلى رسوله، فإنكارهم والطعن فيهم والقدح فيهم قدح في سند الوحي. ولذلك لما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أسئلة، قال لهم إن أجبتكم تؤمنون بي؟ قالوا نعم، فأجابهم. فقالوا من أجل التخلص من الالتزام، من وليك من الملائكة؟ من اللي يجيك في الوحي من الملائكة؟ فقال جبرائيل، قال ذاك عدونا ما نتبعك وهو وليك. فأنزل الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. فينظر في الإيمان من الملائكة إلى جانبين مهمين، الأول أو ثلاثة، الأول هو تدبير الملك والخلق بأمر الله جل وعلا، الثاني أنهم الواسطة في الوحي بين الله تعالى وبين رسله بني آدم، الثالث أن علاقتهم بالمكلف وبالإنسان وبالجن والإنس وثيقة من حين يستقر نطفة في رحم أمه إلى أن يستقر في الجنة والنار. ولذلك الفلاسفة والدهرية وأتباعهم عقيدتهم تقوم على إنكار حقيقة الملائكة، فاللي عندهم مثل ما يقولون ثقافة وكذا يسمونها القوة الخفية الفعالة. إيش قوة؟ يقولون إن قوة النمى في النبات تسمى ملكا، وحيوية بدن الإنسان وهو حي تسمى ملكا، وعلى هذا قس هي يقولون القوة الفعالة في أعيان الموجودات، والملاحدة والمجانين لماذا المعقول يقولون هي الجراثيم المكروبات. فلذلك قدم الله جل وعلا الإيمان بالملائكة وجعله هو الفرع الأول عن الإيمان به سبحانه. كل آمن بالله وملائكته، الأصل الثالث الإيمان بالكتب المنزلة لأنها كلام الله حقيقة وهديه سبحانه وتعالى لعباده، تضمنت أصول وكليات دينه وشريعته العلمية الاعتقادية والقولية والعملية والتعاملية الفعلية والتركية، وهي جاءت بواسطة الملائكة إلى الرسل عليه الصلاة والسلام، وكلف الرسل بإبلاغها وبيانها و أسوة الناس في العمل بها والشهادة على الناس بها مدة حياتهم والفصل بين الناس فيما اختلفوا فيها، كل أمة وكل أتباع رسول وهاد هو المرجع في هذا. ولذلك صار الإيمان بالكتب هو الأصل. لاحظوا الترتيب، ترتيب الأصول، الرسل عليه الصلاة والسلام الإيمان بهم هو الإيمان هو الأصل الرابع لأنهم هم المكلفون بتبليغ الدين وبيانه وحسن الأسوة فيه ومجاهدة الناس عليه والشهادة عليهم ولهم به. ولذلك قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الكفر وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهم المرجع في بيان دين الله ملته وشرعته، واضح؟ طيب إيش موقف
الملاحدة الدهرية والفلاسفة أساطير شياطين أهل الكتاب تتبعهم الصوفية ملاحدة الصوفية ماذا قالوا عن الرسل؟ قالوا هم أناس أذكياء سبقوا الأمم بالتفكير وأرادوا أن يقيموا الأمم على نظام اخترعوهم بعبقريتهم من شأن ينظمون حال المجتمع ويكفون بعضها عن الجناية على بعض وأن هذا ما هو ما له شيء أو صفة قدسية هذه عبقرية وذكاء ومحبة خير حتى قالوا إنها النبوة والرسالة تحصل بالرياضة النبوة والرسالة تحصل بالرياضة تكتسب بالرياضة وهذا معناه قطع الصلة بين السماء والأرض نهائيا وأن كل ما يذكر من الدين كله يعني مخترع وكله ما له أصل فمسؤولية تنظيم الناس وأمور الناس وعلاقاتهم وكل ما هم بحاجة إليه ترجع إليهم هم بحسب الزمن والمكان إنكار الدين يعني نهائي الداعي